بداية بارك الله فيكم معالي الشيخ عبد الله، لا شك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم طريق إلى الجنة وبوابة إلى حب الله عز وجل، وأيضا عبور إلى منازل الجنة. وتعلمون ويعلم الإخوة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الحب في الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ لا إفراط ولا تفريط. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حب الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة نتقرب بها إلى الله. نعم. ما درجة حبه في الدنيا؟ لا بد للمسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يحب نفسه وولده ووالده وماله وزوجته والناس أجمعين. ما هو الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. هذا حديث صحيح رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ذات يوم، وكان جالس مع مجموعة من الصحابة، فقال عمر: يا ورسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا، فحتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك يا عمر. لا بد إخوتي في الله أن نعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم منه من الله بها علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كلها النعم وين جت؟ من رسول يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أحبتي في الله، اقرأوا أول سورة إبراهيم: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يا أحبابي، من الذي أخرجنا الله به من الظلمات النور؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، الحبيب، الرحمة المسداة والنعمة المهداة، هذا الذي هو أرحم بنا من أنفسنا، وهو القدوة لنا. يقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آيتان، الأولى تقول أن المؤمنين، أن الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والثانية تقول هو لهم القدوة الحسنة الذي يقتدون به. هل يجوز أن نبغض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني إلا إنسان مقطوع الخير، مقطوع لا نصيب له من الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر.
فصل خير الكثير الذي جاء به محمد من الله ومنه النهر الذي في الجنة. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم. الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع من كل خير، حرام عليه أن يدخل الجنة. الذين يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهون ما جاء به النبي أحبط الله أعمالهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحب آله وأصحابه وحاملي دينه. فالله تعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحب الأنصار لأنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، فقال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كيف الذين يبغضون الرسول؟ كيف الذين يبغضون آل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا حول ولا قوة. الذين هم أشرف الناس، الذين قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الصلاة عليهم في الصلاة وفي غيره: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد قرابته وأتباعه. والذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته هم أول من يدخل في آله صلى الله عليه وسلم. لكن بس الشيخ خالد سم، فيه أناس تجاوزوا الحد في حب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي أوقفهم، وضع لهم يعني حدود، رواشد، مرشدات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ما معنى لا تطروني؟ لا تبالغوا في مدحي كما بالغت عيسى في مدحي النصارى في مدح عيسى، فجعلوه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة، لا تقلدوه. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. في بعض الروايات غلوهم في أنبيائهم. لا يجوز يا أحبابي أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا يوصله إلى مرتبة الألوهية والربوبية، فنطلب منه المدد والعون والشفاء ونحن نقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين، لا نستعين إلا بك. ونحن نقرأ قول الله تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفع ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالة. آية الثانية: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لهذا يا أحبابي بارك الله فيكم، الحبيب صلى الله عليه وسلم نحبه ونحترمه، لكن لا نرفعه فوق مكانته التي أنزله الله إياها، لأنه يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا نحن نجد بعض إخواننا الذين يغلون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم يوجدون أو يجعلون له شيئا من خصائص الله. لا حول، تأليه. نعم. فانظر مثلا إلى شيخ البصيري في بردتي يقول: يا أكرم الناس، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. طيب أين الله؟ صحيح. لماذا نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحادث العميم ونترك رب العالمين الذي علمنا وأدبنا؟ قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وأيضا يقول في هذه القصيدة يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها
ومن علومك علم اللوح والقلم. فإذا كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها الآخرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا والآخرة، ماذا بقي لله؟ وإذا صح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم، ماذا بقي من الغيب لله؟ والله تعالى يقول لنا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سبحان، ما في أحد ثاني. ويقول: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم، رسول الله أنا ما أعلم الغيب وما أنا لوحي نعم، ولكن هؤلاء يأبون إلا أن يرفعوه صلى الله عليه وسلم فوق مكانته، ويجعلون له ما نفاه القرآن ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حياكم الله وبارك الله فيكم على هذه الكلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا دائما وأبدا من المقتدين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.